شلون صحة سامعينك؟ ازاي حضرتكم يا سيد الأفاضل؟ آخر حالكم قادرين تسمعوني جيدا صحيح؟ أنا سمعك كويس. حضرتكم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ما اسمه نشيل الكاميرا. ستيمز مش اوكي. نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده احنا هنناقش قانون حمايه البيانات الشخصيه السعودي اللي صدر حديثا و هيبقى انفورسد ان شاء الله كل الشركات اللي بتعامل بيانات بعض السادة المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. أي حد يعمل سيفنج للديت ديت وأي حد بيتعامل مع الديت ديت اللي هي أولموست كل الشركات تقريبا السعودية هيبقى في الإكسبوجر الخاص بالكومبلاينس مع القانون دوت. القانون عندنا هنا شبيه جدا بقانون أو بقوانين حماية البيانات الشخصية في العديد من الدول. وفي الحقيقة برضو هو في حاجة مميزة جدا أو هي إن بكل بساطة الأمر هنا لا يخلو من إن إحنا بيكون عندنا العديد من الأوبورتيونيتيز وكذلك الكونسترينز، العديد من الفرص إن إحنا نبقى كومبلاينت مع القانون ده فهنحسن البيزنس بتاعنا، أو كذلك الأمر العديد من الغرامات والالتزامات اللي لازم يخضع عليها كل من يكون في مقام هذا القانون أو في الإكسبوجر الخاص بالقانون ده. بكل بساطة قانون حماية البيانات الشخصية السعودي هيبقى انفورسد وفي فترة انتقالية حوالي 180 يوم، هيبقى انفورسد من ساعة ما صدر في سبتمبر الماضي، وهيبقى انفورسد يوم إن شاء الله بداية من يوم 23 مارس 2022. أقدم لحضراتكم نفسي، معكم أحمد فوزي Information Security Expert and Consultant Managing Director in iExperts. والنهاردة هنتكلم إزاي نقدر بالقانون اللي صدر في 24 سبتمبر 2021 إزاي نقدر إن إحنا نحمي البيزنس بتاعنا وإزاي نقدر نكون compliant. في الحقيقة القانون هنا صدر عشان أي data processing بتحصل لبيانات شخصية من أي هيئة سواء بقى كان جوه المملكة أو خارجها هيبدأ لازم يكون محكوم، بمعنى إن ما ينفعش ولا وهو غير شكل غير مقبول إطلاقا إن يجي أي حد من الأشخاص ويبدأ يطلب من حضرتك إن أنت مثلا تشتري منتجات مثلا أو ما شابه ذلك. وفي الحقيقة هيبقى ولما تسأله جبت البيانات بتاعتي منين يقول لك لا ده هي جات لي عبارة عن لست وانا شغال عليها وانا راجل سيلز وشغال عليها. الكلام ده مش مقبول ولا هيحصل ولا هيحصل الكلام ده ان شاء الله نهائي تاني، وإلا هتعرض الشخص اللي بيعمل الكلام ده لغرامات شديدة جدا. طب معنى الكلام دوت ان انا لما هدي البيانات الشخصيه بتاعتي البيرسونال ايدنتيفايبل انفورميشن اللي هي عباره عن الاسم رقم الهاتف الايميل دوت ده هيبقى في الاكسبوجر الخاص ب ان انا مقبول مني او ان انا قابل ان انا يتعمل بروسيسنج للبيانات بطريقه معينه. حضرتك بتقول الصوت وقف، حضرتك سامعني كده دلوقتي ولا لا؟ حضرتكم سمعني كده دلوقتي ولا لا؟ تمام دلوقتي. تمام فاين اوكي. فبناء عليه القانون هنا
هيحمي الناس اللي بيدوا البيانات الشخصيه بتاعتهم لاي مؤسسه. مثال، انا دلوقتي رحت مستشفى ايا كان اسم المستشفى، ورحت وسجلت اسمي وايميلي وتليفوني عشان يحصل تواصل معايا بشكل معين، عشان يحصل تواصل معايا بشكل معين، عشان يحصل معايا تواصل بشكل معين وبشكل انا ارتضيه، وبشكل انا ارتضيه وشكل انا موافق عليه. لكن لو المستشفى ديت for a reason or another حصل من عندها تسريب للبيانات ديت، فربما المستشفيات التانية تعرف ان انا كنت مريض في المستشفى دي، ربما مش عايز حد يعرف ان انا كنت مريض وكنت بتعالج من مرض معين مثلا في المستشفى دي. هيبقى الموضوع ادهى واصعب لو حصل تسريب للسنسيتيف انفورميشن. السنسيتيف انفورميشن بنقول عليها اللي هي البيانات الحساسه زي البيانات الصحيه والبيانات الماليه. فبناء عليه جمع البيانات وان احنا نعمل بروسيسنج للبيانات، الموضوع ما بقاش مقبول اصلا في العالم كله ان احنا نعمل بروسيسنج للبيانات بدون ما ناخد موافقه وندي بعض الحقوق للساده اصحاب البيانات، الساده اصحاب البيانات ديت، نوعدهم ان احنا نحميها. مين اللي عندنا نوعين من البيانات؟ بيانات شخصيه وبيانات سنسيتيف اللي بنقول عليها بيانات حساسه. البيانات الشخصيه، بيانات الشخصية هي عبارة عن بيانات، هي عبارة عن بيانات الخاصة بالاسم، الايميل، العنوان، الحاجات اللي انا اقدر اعرفك بيها، اعرفك بيها واعملك ايدنتيفيكيشن بيها. البيانات الحساسة دي البيانات اللي هي اللي هي البيانات الصحية والبيانات المالية. في الحقيقة الأصدر المين لما تم إصدار القانون دوت، إحنا تم تعيين القانون دوت للهيئة الوطنية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، Saudi Data and Artificial Intelligence Authority، سدايا، هي اللي هتشرف على تنفيذ المشروع ده لمدة عامين. وبعد كده في عندنا المركز إدارة البيانات الوطني وهو أصلا جزء من سدايا الآن، هيكون هو المسؤول عن تنفيذ الأمر دوت، عن الإشراف على تنفيذ القانون دوت إن شاء الله. طب إيه هي الحقوق وإيه هو اللي أنا لازم أعمله كصاحب منشأة؟ أول حاجة، في بعض الحقوق لأصحاب البيانات في القانون الجديد لازم يتم إعطائها للسادة أصحاب البيانات، منها الموافقة على جمع البيانات. لازم يحصل موافقة على جمع البيانات. أول حاجة، موافقة على جمع البيانات ديت معناها إن أنا أدي البيانات وأنا موافق إن أنا أعطي البيانات ديت، مش مفيش أي شكل من أشكال الضغوط اللي مورست عليا عشان أعطي البيانات ديت للمنشأة الأماني. في الحقيقة من اللي احنا كمان هنعمله ان هو هنطلب من السادة الافاضل اللي هم موجودين عندنا وبيعملوا جمع للبيانات، ان هم قدر الامكان لازم يوضح الغرض من البيانات ويبدأ يقلل حجمها، يحدد الغرض من البيانات، من جمع البيانات ديت، ويقلل قدر الامكان حجم البيانات المطلوبة. مثال، انا هتواصل مع شخص معين على البريد الالكتروني وبالتليفون، فليه اخد عنوان بيته لما كنتش هوصل له حاجة؟ ثاني حاجة، لازم الداتا بروسيسور اللي هو الشركة اللي بتجمع البيانات ديت لسبب أو بسبب أو لآخر تلتزم بالأسباب اللي خلتها تجمع البيانات ديت. وليكن أنا بجمع البيانات ديت عشان أعرفك، وليكن مثلا إن أنت مثلا interested في electronics مثلا devices معينة، ما ينفعش أجي بعد كده بقى وأعرض عليك ان انا ابيع لك منتجات تانية مثلا زي سيارات ومفروشات وادوات منزليه وي 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 وما شابه ذلك، الا اذا كنت انا قايل لك من الاول ان انا بجمع البيانات ديت عشان الاغراض التسويقيه بصفه عامه. تاني حاجه، الحق في حصول المستخدم على المعلومات، بمعنى ان انا ممكن اروح لاي شركه مخزنه معلومات عني واسالهم يا ترى انتوا ايه المعلومات اللي انتوا مخزنينها عني. فلازم تبقى في بروسس واضحه وصريحه عندك بتقول انت هتعطي البيانات لاصحابها ازاي. يو هاف تو حق تصحيح البيانات ان كانت غير دقيقه او غير كامله، وده طبعا يعني معنى كده ان كل الابلكيشنز بتاعتنا ما فيش حاجه اسمها ان انا اي هاف سبميتد ماي ابلكيشن اي هاف سبميتد ماي داتا تو سبيسيفيك ابلكيشن اند ذن وبعد كده مش قادر ان انا
اغير البيانات بتاعتي. طب انا عايز اغير ايميلي ده، مش عايزك تتواصل معايا الايميل ده بعد كده، انا عايز اغير تليفوني، فلازم تعطيني الحق ان انا اغير بيانات دي ثرو الابلكيشن اللي انت مطوره. مما يعني ان احنا هنحتاج ان احنا نعمل تعديلات جذريه في بعض الابلكيشنز الخاصه بتاعتنا. حق حذف ونسيان الكامل المعلومات، من حقي ان انا اطلب من حضرتك ان انت ترمي وتحذف البيانات دي نهائيا، مش طالبها منك تاني، مش عايز اشوفها تاني، فده حق وحذف نسيان المعلومات بالكامل. في الحقيقه احنا حمايه الاعمال هنا، وده حاجه من الحاجات اللي احنا هنحمي بيها اعمالنا، هي تبدا بحمايه البيانات والامتثال لقوانين حمايه البيانات الموجوده عندنا. طب الشركات يلزمها ايه؟ الشركات ماذا يلزم الشركات لكي تكون ممتثله لهذا القانون؟ طبعا احنا الحمد لله من خبرتنا في تطبيق الجي جي بي ار وتطبيق البرايفسي لوز المماثله لهذا القانون، بيبقى فيه عباره عن ابديت خاصه بالبروسيس الموجوده عند حضراتكم، بيبقى فيه ابديت موجوده وخاصه ب اخيرا الكاميرا فتحت بيبقى فيه ابديت خاصه بيبقى ابديت خاصه بسجلات حمايه البيانات وسجلات معالجه البيانات. يعني لازم حتى لو ما كانش ديت موجوده لازم تعمل، بيبقى فيه اكتيفيتي داتا بروسيسنج اكتيفيتي ريكوردز. يعني مثال، انا باخد البيانات المعينه ديت من العميل الفلاني، فانا بخزنها في المكان الفلاني، بستخدمها في شانلز فلانيه، مين هو المسؤول عنها، وبعمل لها ريتنشن بعد قد ايه. فبالتالي بقى عندي عباره عن ريكوردز انا محتفظ بيها من الانشطه بتاعتي اللي بتعالج البيانات. لازم اخضع البرامج والتطبيقات لعمليه اداره الموافقات وحفظ حقوق اصحاب البيانات. يعني مما يعني ان انا لازم اعمل ابديت باداره حقوق البيانات، ابديت على مستوى الابلكيشن وابديت على مستوى البروسيس الموجود عندي. ولازم يكون في عندي انشاء، ولازم انشئ آلية للابلاغ عن تسريب البيانات. في الحقيقه هنا ما فيش برايفسي لو في الكوكب بيعملش انفورسمنت لاي حد بيحصل عنده داتا بريتش الا ما يقول له لازم تعلن عن تسريب البيانات لو حصل. لازم تعلن عن تسريب البيانات لو حصل. فبناء عليه لو جه حصل هنا تسريب بيانات، المهله والمده قد ايه اللي انا لازم اعلن فيها عن تسريب البيانات ديت؟ في الحقيقه هنا الموضوع اصعب من الجي جي بي ار. الجي جي بي ار بيطلب منك في الجنرال داتا بروتكشن ريجوليشن، قانون حمايه البيانات في الاتحاد الاوروبي، بيطلب منك ان انت تعمل اعلان عن تسريب البيانات خلال 8 وذن 72 ساعه. 72 ساعه من معرفتك بالبريتش اللي حصل. لكن في الحقيقه عندنا هنا موضوع مختلف. الموضوع مختلف تماما. احنا هنا في القانون بتاعنا بنطلب that the data must be the notification، او ان احنا نقدر نقول عليها الانونسمنت ان حصل تسريب بيانات، it must be immediately، مكتوبه صراحه كده. once you are informed with the data breach fine، لازم تعمل announcement announcement في نفس الوقت اللي انت عرفت في ان حصل في الامر ده. لازم يبقى عندك سياسه خصوصيه بيانات، ولازم يكون في امباكت اسسمنت بتتعمل، بنسميها البرايفسي امباكت اسسمنت، داتا برايفسي امباكت اسسمنت، اللي احنا بنقدر نشوف فيها. هي عباره عن اسسمنت بتتعمل وات اف ان حصل للبرايفسي الخاصه بالديتا الفلانيه اللي عندي هنا وهنا 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 وهنا، بعد ما نعمل ليستنج لكل الداتا سورسز بتاعتي، حصل لها بريتش. طب ايه الامباكت اللي هيحصل هنا؟ ايه الامباكت اللي هيحصل هنا؟ ايه الامباكت اللي هيحصل هنا؟ فبالتالي لازم اعرف الامباكت اللي عندي، وديت لازم عشان اكون كومبلاينت لازم يكون معايا الجزء ده. طب احنا عندنا كنا في اي اكسبرتس، الحمد لله ساعدنا شركات كتير انها تبقى جي دي بي ار كومبلاينت، انها في يوروب وفي يو كي. فكان عندنا جزء مهم جدا او بروسس احنا الحمد لله طورناها، ان احنا نقدر نساعد الشركات انها تبقى كومبلاينت مع جي دي بي ار اللي هو قانون مماثل لهذا القانون، وكذلك بعض الايزو
privacy information security standards like the ISO 27701. احنا طبعا نعرف عائلة ال 27001 او عائلة ال 27000 اللي هي خاصة بأمن المعلومات. في من افراد العائلة هنا في ISO وسيرتيفيكت خاصة بهم اللي هي الايزو 27701. الايزو 27701 دي عبارة عن ايزو بتمتد ب دي عبارة عن ايزو بتاخد الاهتمام او بتنشئ الاهتمام بالبي اي ام اس البرايفسي فور انفورميشن مانجمنت سيستم فاين. فديت هي الايزو 27701 احنا طبقنا الاثنين وفي الحقيقه احنا عندنا هنا الاثنين مشابهين جدا 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 للقانون. انت وانس ان انت بقيت انت ايزو 27701 لو انت بتفكر ان انت تكون كومبلاينت كشركه انت في الحقيقه هتبقى كومبلاينت مع قوانين القوانين المحليه مع بعض الادجستمنت ايا كان بقى القانون المحلي في الشركه اللي انت بتطلبها. مخرجات المشروع دايما لما بنيجي نعمل مشروع بيبقى مخرجات المشروع بتاعنا عباره عن ان احنا لازم نعمل في الاول تقرير للجاب اناليسيس تحليل الثغره ما بين الحاله الحاليه والحاله المستهدفه. لازم نشوف الكرنت ستاتس والديزايرد وان عشان نعرف ان احنا ندخل نعمل ما بينهم. لازم نقدم خطه زمنيه مع بنود التطبيق وتنفيذ الخطه المفصله لسد الفجوه. نقدم خطه زمنيه ان احنا نعمل ريميديشن. نقدم خطه مفصله لسد الفجوه ان احنا نعمل ان احنا نقول ايه اللي احنا محتاجين نطبقه عشان نكون ان احنا كومبلاينت. اللي منها هيبقى تطوير حقوق اصحاب البيانات في الشركه بعد ما نفهم ايه البرامج وايه التطبيقات اللي في الاكسبوجر الخاص بالقانون. نطور السجل وننشئ السجل لانشاء لانشطه معالجه البيانات وكذلك انشاء اليه الابلاغ عن تسريب البيانات وانشاء تقييم لتاثر خصوصيه البيانات اللي هو البرايفسي امباكت اسسمنت الداتا برايفسي امباكت اسسمنت. فاين نطور سياسه الخصوصيه الخاصه بالبيانات وتتنشر على الويب سايت الخاص بالشركه اللي يكون فيها الداتا ريتينشن اللي احنا بنجمع الداتا ديت. نطور الداتا كونسنت وكل الحقوق الخاصه باصحاب العمل. تقديم مراجعه كامله للامتثال للقانون وكذلك شهاده بالامتثال وبنضيف كمان تقرير لبرهنه الامتثال للقانون. يعني بتاخد at the end of the day report الاتستيشن اوف كومبلاينس. انا ليه بقول ان انت كومبلاينت؟ عشان انت عندك الكنترولز الفلانيه اللي بتحقق الريكويرمنت دي، عندك كنترولز العلانيه بتحقق الماده دي ودي ودي ودي، فبعمل عباره عن بروفنج هنا ليه انت كومبلاينت. الكلام ده طبعا هيساعد شركات كثيره جدا لان اولموست القانون ده هيبقى ريكوايرد من كل الشركات العامله في كل الشركات اللي بتجمع بيانات للعملاء بتوعها. دي اولموست كل الشركات تقريبا. قانون بقوة القانون you must be compliant. طب ايه هي الرود ماب الخاصة بتطبيق القانون؟ اول حاجة لازم نعمل تحليل للثغرة بين الحالة الحالية والحالة المستهدفة اللي هو الجاب اناليسيس زي ما نقول. بعد الجاب اناليسيس نفهم الجابس ديت ونبدأ نحط بنود عشان نسد الجابس ديت فاين ونسد الثغرات اللي موجودة عندنا. المراجعة الكاملة للامتثال فاين وبعد كده شهادة الامتثال والتقرير البرهنة اللي هو ان احنا نقدر نقول احنا ليه compliant وليه عندنا الحاجة دي. طب يا ترى هل في عقوبات للكشف عن البيانات؟ يس في عقوبات شديدة جدا 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 وطبعا يعني احنا المفروض نجنب نفسنا هذه الامور. عقوبة الكشف عن البيانات هي الحبس لمدة تصل الى سنتين وغرامة 3 مليون ريال ديت اي حد بيعمل اكسبوجر بيعمل كشف البيانات. لو خرق نقل البيانات لان احنا عندنا في بعض المتطلبات ان انت ما تخرجش الداتا ديت من المملكه العربيه السعوديه او لو نقلتها تنقلها لبعض الشركات لبعض الدول اللي ما بينها وبين المملكه العربيه السعوديه معاهدات لحفظ البيانات. فبالتالي بقى المينلي انت لازم تخزنها جوه المملكه العربيه السعوديه وده توجه موجود في دول كتير. يعني احنا في نيوزيلندا في الامارات في استراليا في روسيا في الصين ما بيخرجوش بيانات بره بلادهم. فلو حد خرج بيانات بره ودي طبعا مشكله كبيره هتبقى السجن لمده تصل لسنه وغرامه مليون ريال. طبعا عقوبه خرق البيانات ديت بقى هتمتد لايه عندنا؟ هتمتد لحاجه زي كلاود كومبيوتنج. ما انت لما تيجي تشترك مثلا في CDN او WAF سيرفيس او اي حاجه كلاود بيزد وتحط فيها بيانات
تعمل فيها بروسيسنج وتعمل فيها ستورنج لبيانات، تاخد هوستنج بره وتبدا حاجه بيزد على كلاود. وير از ذس كلاود؟ هيتسال السؤال دوت. فبالتالي هتبقى انت عملت خرق لنقل البيانات سجن لمده تصل الى سنه وغرامه مليون ريال، وده طبعا شيء يعني شديد جدا، لازم نخلي بالنا من حاجه زي ديت. عندنا برضو بعض العقوبات الاخرى تقتصر على بس يعني تحذيرات بتصدر باتجاه المؤسسه ديت او غرامات تصل الى 5 مليون ريال. فاين. فطبعا كل الكلام ده ممكن يدمر بزنس منشات، يعني يدمر بزنس منشات. احنا في الحقيقه انا هيد اوف كومبلاينس تيم، انا احمد فوزي هيد اوف كومبلاينس تيم، دي الكونتاكت بتاعتنا، وده مثال عندنا للشهادات. طبعا احنا عندنا امثله طبعا للساده العملاء اللي احنا قدمنا لهم سيرفيسز خاصه قبل كده. احنا دايما احنا الويب سايت بتاعنا دايما احنا اي اكسبرت 10 على كل السوشيال ميديا اولموست. عندنا طبعا الويب سايت بتاعنا وذيس ار ماي كونتاكتس، وطبعا يعني هكون سعيد جدا 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 ان احنا نقدم اي شكل من اشكال السبورت للشركات الراغبه في المساعده في الامتثال لقانون حماية البيانات السعودي. في الحقيقة هنا ده كان السيشن بتاعتنا، احنا كنا قصدين ان السيشن بتاعتنا تبقى ما تعديش حوالي 20 دقيقة، وعشان نقدر نفسح المجال للأسئلة والأجوبة لو في حد عنده رغبة في الأسئلة والأجوبة نكون شاكرين جدا. فلو حضراتكم حابين ان يكون في اي سؤال اي استفسار احنا ممكن نجاوب، سبيشال لو كان على الشات روم بتاعتنا نكون شاكرين جدا ونقدر نسمع حضراتكم. في اي سؤال؟ يس انا ابتديت اشوف اسئله في الشات. بسم الله. لا طب باشمهندس احمد عنده سؤال، هل في فرق بين تسريب البيانات الغير مقصود او غير متعمد وان حد يكون متعمد تسريب البيانات في قانون العقوبات؟ يعني في الحقيقه الامر هنا بيرجع للكيس نفسها، للكيس نفسها. عشان كده دايما تلاحظ ان القانون بيحط بيقول لك غرامه تصل الى وسجن يصل الى، مما يعني ان السجن ممكن يكون اقل والغرامه ممكن تكون اقل بيزد على هل كان الكلام دوت بقصد او بدون قصد. طبعا الكلام دوت it must be considered. عشان كده برضو حتى الكلام دوت يعني طب مثال لحاجة واضح حصل ازاي كده. اقدر اجيب مثال، اقدر اجيب مثال على حاجة حصلت في الجي جي بي ار. فاين. البريتش ايرويز الخطوط الجوية البريطانية في اخر اغسطس 2017 في الحقيقة حصل عندهم هنا مشكلة كبيرة، ان هو حصل عندهم كان في مشكلة كبيرة في الابليكيشن، موبايل ابليكيشن اللي احنا بنستخدمه عشان نعمل بيه الحجوزات بتاعتنا، حصل كومبرومايزنج لنص مليون ترانزاكشن لكريدت كارد ترانزاكشن. طبعا هم عملوا اناونسمنت بسرعة جدا عشان في الحقيقة هنا هم كانوا ما استنوش ال 72 ساعة اللي هي الخاصة بالجي جي بي ار، عشان كان في كونسترين تاني عليهم اللي هو البي سي اي دي اس اس اللي هي بطلبك ان انت تعلن عن الداتا بريتش وزن 48 hours. فطبعا عملوا اناونسمنت بسرعة وعملوها. فات ذا اند موجود عندنا هنا الاستيميشن اللي حصلت، الاستيميشن بتاع الجي جي بي ار بيقول لك 4% من التيرن اوفر بتاع خلال السنه اللي حصل فيها البريتش. فبعديها بسنه جم المفروض يفعلوا اليوروبيان كوميشن، فكانوا محطوطين في اكسبوجر ان هم يدفعوا 500 مليون جنيه استرليني، رقم طبعا مفزع ما حدش دفعه قبل كده، 500 مليون جنيه استرليني. فاللي حصل هنا ان بناء بقى ان هم عملوا الانفستيجيشن وعملوا التحقيق وعملوا ان الكلام هم عملوا اناونسمنت وزن النوتيفيكيشن بيريود. فاين. فبناء عليه الخطوط الجويه البريطانيه دفعت 183 مليون جنيه استرليني، طبعا برضو رقم كبير، بس ما دفعتش 500 مليون جنيه استرليني، ما دفعتش 500 مليون جنيه، دفعت الرقم الاقل اللي هو اللي احنا بنقول عليه اللي هو 183 مليون جنيه استرليني. ديت كيس مشابهه، طبعا ما حصلش حاجه زي كده عندنا هنا
في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من الأماكن، ماشي؟ بس at the end عشان نبقى صادقين مع بعض، الكلام ده يعني كده كده هيحصل، لازم هيحصل، يعني لازم هيحصل بريتشز، وهتبدأ شركات تبدأ تتعلم من الأمر دوت، وتبدأ تاخد بالها، وتبدأ تبدأ تحترز، وتبدأ تطبق القانون، فاهم؟ فدايما احنا بنقول ان لما بيبقى التطبيق من الأول افضل بكتير جدا جدا جدا، ان احنا نبدا نطبق، ان احنا نبدا نطبق بعد مده معينه، او نبدا نطبق بعد ما تحصل ايشوز فاين موجود عندنا يعني. فاتمنى اكون جاوبت على سؤال حضرتك. شكرا. بعد إذن حضرتك ليه سؤال في برضو حضرتك أثرت موضوع كلاود كومبيوتينج، وده موضوع يعني مهم جدا في الوقت الحالي في المملكة، خاصة إن الـ National Cyber Security Authority مدية فترة، يعني مدية فترة لتطبيق الـ requirements ونبقى fully compliant معها. أنا شايف العكس بالنسبة للقانون حماية البيانات الشخصية، حضرتك بتقول هل 23/3 ده you have to be fully compliant ولا وهتطبق عليك الغرامات؟ يس. هو اللي في الحقيقة هو القانون صدر، لو حضرتك لاحظت القانون صدر في 24 سبتمبر 2021، فادوا 180 يوم من تاريخ نشره ان هو هيبقى انفورسد يوم 23 مارس. الكلام ده حصل برضه في الجي جي بي ار، يعني الجي جي بي ار اللي طلع في 2017 وده تاريخ يوم 25 مايو 2018، ان كل الشركات لازم تبقى كومبلاينت. وخلي بالك برضه ان القانون دوت الكلاود بيج كلاود سيرفيس بروفايدرز، يعني كانوا عاملين حسابهم، يعني هم برضه مش جايين يعملوا انفستمنت في المملكه العربيه السعوديه، يعني كانت حاجه بس مجرد بس يعني بيس اوف لاك يعني طال الموضوع على كده. لا، ده في الحقيقه هم كانوا فاهمين القانون دوت والكونسترينز اللي كانت دايما موجوده في المملكه العربيه السعوديه، خاصه الجهات الحكوميه على تخزين البيانات خارج المملكه العربيه السعوديه. فبناء عليه نلاحظ ان في شركات بنت الداتا سنترز بتاعتها، بنت جوه المملكه العربيه السعوديه. يعني بس ما اعلنوش عنها لحد دلوقتي. I think إن تم الإعلان عنها، مايكروسوفت وأمازون فتحت في البحرين يعني، ف لأن أنا شايف إحنا عندنا شغل في الحاجات دي دلوقتي already، ف يعني فلا إحنا عندنا أنشطة أصلاً. مايكروسوفت ما أعلنوش حاجة خالص بالنسبة للسعودية يعني. والله تعالى نراجعها، راجع مع حد في مايكروسوفت، بس اللي أنا متأكد منه إن مايكروسوفت فتحت data center بتاعتها في جدة. فبناء عليه حضرتك المايكروسوفت ايجر اللي انت الكلاود بيزد هي بقت حقيقه. اوكي. وتلاحظ دايما برضو حتى في لو حضرتك لاحظت وانت داخل بتعمل اكونت على امازون، على 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 امازون، على على اوراكل، اول سؤال بيساله لك كده زي اسمك وعنوانك وايميلك والحاجات دي، بيسالك تحب تخزن الداتا فين. يعني كنا في مشاريع كبيره مع اوراكل على سبيل المثال، في مع اوراكل كلاود، وانا يعني كنا بنشوف مثلا، يعني طبعا ده مش بتكلم على اوراكل بس، انا بتكلم على حاجه انا شفتها مع اوراكل نفسها، اوراكل يو اس او الاوراكل الام، يعني هي بتعمل ازاي الاركيتكتشر ديت، بتعمل بكل بساطه ان انت وانس قلت لها ان الداتا انا هخزنها في فرانكفورت فهي في فرانكفورت بس. طب الدي ار بتاعك فين؟ 3 داتا سنترز في فرانكفورت، ما بتغادرش فرانكفورت، ما فيش حاجه موجوده بتقول ان الغدا الداتا هتخرج بره الريجن ديت، مما يعني ان انت هتفضل دايما في فرانكفورت. ليه؟ عشان انت كلاينت من المانيا، انت عايز تبقى في فرانكفورت، فبقيت بتستخدم كلاود في المانيا. فهكذا الحال وانت برضو بتبدا تختار، هتشوف ان انت بقى عندك ان انت في داتا سنترز موجوده في المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي ديت طبعا هتفيد جدا 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 يعني. فربنا ييسر الامور، ربنا ييسر الامور الحال ان شاء الله، والامر دوت يعني يبقى ليه مزايا كتير جدا في الكومبلاينس، وهيبقى ليه ريفليكشن قوي جدا 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 على كل الشركات. يعني لازم ناخد الموضوع بطريقه بوزيتيف، يعني بعيد بقى عن الغرامات والكلام ده، احنا لازم ناخد الموضوع بطريقه بوزيتيف. نصيحه مني دايما، الجي جي بي ار مثلا الشركات كانت تبقى بتفكر
فضل الناس اللي هم جي دي بي ار كومبلاينت. فانت it is an opportunity once ان انت بقيت جي دي بي ار كومبلاينت انت بقى عارف ان انت تعامل مع شركات اكتر اللي هي عايزه الناس الممتثله للقانون. لكن لكن لو احنا ما خدناش الموضوع بطريقه بوزيتيف في بقى الناحيه الثانيه النيجاتيف اللي هي الغرامات وما شابه ذلك. بس دايما نحاول نشوف الاوبورتيونيتيز الموجوده, ولكل شركه في اوبورتيونيتي موجوده في لحمايه البيانات. وده احنا ك ذا اند اوف ذا داي احنا كاشخاص, احنا كاشخاص ده كل الكلام ده في مصلحتنا احنا, يعني ده في مصلحه الشعب نفسه, ده في مصلحه الناس ان الناس بياناتها تبقى محفوظه. ما ينفعش ان يجي لي مكالمه, انا اتذكر مره دخلت انام لمده 50 دقيقه داخل انام في وسط اليوم 50 دقيقه لان انا كان عندي شغل يعني مضغوط فيه جدا, وانا كنت مرهق ومحتاج انام ال 50 دقيقه ديت. وكنت لسبب ما كنت تركت تليفوني مفتوح, فجات لي مكالمه لحد بيقول لي احنا عارفين ان انت يعني في اي بي كاستمرز الفنادق كتير, وبناء عليه احنا هنقدم لك عرض ما حصلش. فمين طب هو الكلام ده فاليد فعلا؟ يعني ده حد خد البيانات ديت من فنادق انا بنزل فيها مثلا او ما شابه ذلك؟ ازاي حد يطلع انت مالك انت دي دي اتس ماي برايفسي, ليه تعرف ان انا بنزل فندق الفلاني الفندق الاعلاني, ولا انا كاستمرز اصلا, ولا انا كاستمر اصلا انا انترستد في فنادق او انترستد في عربيات او انترستد في وات ايفر. فلاحظ دايما تجي لك مكالمات بالشكل دوت, فده طبعا امر مزعج جدا جدا جدا. المفروض الكلام ده ما يحصلش, المفروض الكلام ده اصلا ما يحصلش. فات ذا اند ات بي فيري فيري يوزفول فور ذا فور ذا بيبل ات ذا اند, وده من الحاجات المهمه جدا اللي هتبقى موجوده عندنا ان شاء الله. أتمنى أكون جاوبت على سؤالك سيد طارق. تمام أستاذ أحمد, بس يعني برضو الconcerns بتاعت يعني إنه إحنا لسه في الفيرست كوارتر بتاع يعني التطبيق لازم هيتم في الفيرست كوارتر بتاع 2022, وما أعتقدش إن في شركات كتير هتقدر تعمل النقلة للكلاود لللوكال كلاود لحد دلوقتي. انت اوف ذا داي لو كان في حاجه زي كده ربما يكون في مد للقانون او مشابه ذلك, وان كنت انا متوقعه ماشي انا متوقعش حاجه زي كده. واللي انا متوقعه اصل الموضوع على فكره مش مش مش, مش صعب. الموضوع مش صعب, يعني انت بيزكس اوف يعني اي بي ديت يعني اي بي سي اوف سكيورتي ان انت تحافظ على البيانات اللي عندك بس كده. فاحنا بنقول لك بس ان احنا حطيناها في قالب قانون. خلي بالك الموضوع ما بقاش موضوع بس مجرد ethics و لا, الموضوع بقى قانون. بس موضوع خش الموضوع يعني بس هل القانون ده له شهادة compliance؟ ما فيش حاجة اسمها شهادة compliance مع قانون, يعني دايما احنا بنقول كده, يعني حتى الجي جي بي ار حتى ممكن تاخد, انا بدي لك شهادة ان انت عديت بأودت وانا جيت عملت عليك مراجعة وتأكدت ان كل القوانين دي موجودة. مش بديك شهادة كده وخلاص والف مبروك شهادة بالديزاين كلين. زي جي دي بي ار يعني بيبقى فيه شهادة, بيبقى فيه حاجة اسمها الاتستيشن اوف كومبلاينس, بيبقى فيه برهانة تقرير كامل تقرير على الموضوع على الامر ده. وان كان في بعض الناس تانية بتحب تعمل حاجة تانية, في تقارير سوك 2 مثلا ريبورت, يتعامل السوك 2 ريبورت على السكوب ده. فبالتالي بقى معايا سوك 2 تايب 1 فور اكزامبل على السكوب ده. فبالتالي بدأت انا اتأكد ان الكنترولز ديت موجوده فعلا, وفي اندبندنت اوديتور جه عمل اوديتنج عليك وتاكد ان الكنترولز ديت موجود عندك. فهو ده اللي هيبقى موجود ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. اسئله ثانيه أيوه. بروفيسور احمد yes, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الان ارامكو عندها برنامج كومبلاينس اللي هو سي 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 والسي سي بلس, واعتمدت بعض الشركات اللي هم مينلي اوديتورز لحتى يقدروا يعملوا الكومبلاينس للشركات العادية اللي بتتعامل مع أرامكو. فهل راح يكون كمان نفس الشيء في شركات يعني معتمدة من الحكومة السعودية لحتى تقدر تعمل أوديتينج لإلي أنا مثلا إذا بدي أعمل كومبلاينس؟ فاهم قصدك. يعني أنا ممكن يكون ممكن اي اكسبرتس تكون هي شركة معتمدة من الحكومة السعودية لحتى تعمل أوديتينج للشركات على الكومبلاينس؟ فاهم قصد حضرتك. هو في الحقيقه مفيش حاجه مصرح بها في القانون بالشكل ده حتى الان,
مفيش حاجة، أنا دورت فعلا على الجزء ده بس مفيش حاجة بتقول مين هو اللي المفروض يكون compliant ويدي شهادة بالامتثال للقانون. وبرضو ده ناحية مهمة جدا 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 أيها السادة الأفاضل، إحنا هنا اللي قدامنا ده قانون، قانون بمعنى في قانون، مثلا مثال كده في قانون للمرور صح؟ أنت لما بتيجي بتسوق عربية حضرتك ما بتحتاجش إن أنت تاخد شهادة، تحتاجش ان انت تاخد شهاده ان انت عديت الشارع ده كله وبدون ما تكسر حاجز السرعه. في الحقيقه القانون بيتطبق بقى، سواء بقى ان انت راجل سعودي مقيم او اجنبي او هو ايفر، احنا بنقول لك في قانون وفي سرعه وفي ارقام موجوده قدامك. وانس ان انت حضرتك عملت فايليشن هيبقى فيه العقوبه. ف يعني عدم الجهل الجهل بالقانون، جهل بالقانون لا ينفي، لا يعفيك من الغرامه، لا يعفيك من الغرامة، لا يعفيك من التطبيق. فهو هنا قانون مش industrial standard. يعني ايه؟ يعني الindustrial standard اللي هو بنقول عليه زي PCI DSS ديت هي industrial standard، هي طبيعتها كده، هي industrial standard. فبناء عليه انا لما باجي مثلا بعمل processing لكريدت كارد، بيطلب مني الناس اللي البارتنرز الكبار اللي شغالين معايا فيزا ماستر كارد امريكان اكسبرس، يقول لي لو انت عايز تعمل بروسيسنج، لو انت عايز تعمل بروديوسنج للكريدت كاردز لازم تبقى كومبلاينت مع الستاندر ده. فبناء عليه بنروح لكيو اس اي متوافق عليه من البي سي اي كونسل، يجي يعمل لي الاوديت بتاعي ويديني الاتستيشن اوف كومبلاينس والختم بتاعه ليه رقم ويبقى لي ريفرنس على البي سي اي كونسل ويب سايت. لكن القانون ما ينفعش ان انا اقول انا ماشي انا همشي في الشارع وهمتثل قوانين ان انا ما مثلا ما بعملش جرائم مثلا في الشارع، مثلا جرائم بحق اي اشخاص تانيين، ان انا اتسبب في ضرر مثلا للممتلكات الماديه مثلا لاشخاص، اتسبب بضرر لحد لا ده قانون. انت 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 جمع بيانات براحتك واعمل اللي انت عايزه براحتك، فاين، بس يو هاف تو بي كومبلاينت. هي دي الرولز لتجميع البيانات. فعشان كده ده الفرق ما بين كلمة قانون و industrial standard أو international standard. international standard زي الايزو 27001، ايزو 20001، ايزو 9001، انت ممتثل لمعايير دولية لكن هي مش قانون. لكن المرة دي القانون هنا ما بتاخدش فيه شهادة، عادة ما بتاخدش فيه شهادة. طيب. بما أنه قانون أستاذ الكريم، هل إذا أنا مثلاً تعاملت مع أي experts وعملت الكومبلاينس، عملت لي كل الكنترولز اللازمة لحتى أصير كومبلاينت مع القانون هذا، هل راح يكون في أي legal implications عليك أنت في حال صار data breach ولا كلها علي أنا؟ لا طبعاً، لا طبعاً كده كده. حتى من زمان القوانين ديت لما تم صياغتها ماشي، ان مفيش حاجه الناس ان انت تعمل ترانسفير ذا ريسك فور سمبادي ايلس. ما ينفعش يعني مفيش حد بيجي يعمل، وليكن مثلا كان فيري كلير مثلا في الجي جي بي ار، كنت دايما يعني اتسال السؤال دوت، ينفع احنا نعمل اوت سورسنج او نعمل ترانسفير للريسك، نيجي حد لما تيجي الغرامه تيجي عليه هو؟ ما ينفعش. كان دايما مكتوبه كده، دايما الكنترولر الداتا كنترولر والداتا بروسيسور are jointly responsible for applying the controls. فدايما هنا برضو احنا الغرامات دي على المؤسسه والعامل في المؤسسه، على الـ على البروتكشن، على البرايفسي اوفيسر اللي موجود جوه المؤسسه. ما ينفعش يتعامل عليها، ما ينفعش ان احنا يعني غير مقبول. ولو قال لك انا هقبل منك زي كده، ده الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش حقيقي نهائي. الحاجه المهمه برضو اللي عايزين نقولها، الترانسفير ريسك ليه شكلين، يا اما تعمل اوت سورس، يا اما الشكل الثاني ان انت تعمل ايه، انشورنس. فهل في انشورنس ممكن اعمله يغطيني انا بقى، يغطي الـ 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 الغرامات ديت؟ في الحقيقه الكلام ده موجود، بس طبعا مفيش حد هيروح عشان كده عملوها سجن وغرامه. هي ده بقى الجمال في القانون، عشان يجبر المؤسسات بالالتزام. ممكن اروح اشتري من اكسا، ممكن اروح اشتري من هو ايفر شهاده تامين ضد السايبر سيكيورتي اتاكس او ضد الداتا بريتش. الكلام ده موجود على فكره شركات تامين. طبعا انت هتدفع الرقم عشان تغطي 3 مليون او مليون، هو طبعا مليون ريال رقم مش كبير يعني، عشان نبقى صادقين برضو مع بعض. معلش بروفيسور احمد، يعني انا عندي سؤال هنا تفضل على موضوع معك مشاري العمري. انا فيك لو سمحت، انا بسال بس عن طريق في غرامة وفي سجن. الغرامة احنا قلنا ممكن نغطيها عن طريق
سايبر سكيورتي انشورنس بوليسي، وهذا موجود اللي في داتا برايفسي والاشياء از از كفرج. بس بالنسبه للسجن الان، حتى لو كان في سجن، من اللي يعني سجن يعني المسؤول عن المؤسسه اورجانيزيشن يعني فين يعني المسؤول اوكي مسؤول عن المؤسسه. مش هينفع نجيب موظف صغير في الاخر ونمنع الموظف ده يطلع عمل تسريب فوضى، مش هيحصل الكلام ده. يعني ما تجيب الداتا برايفسي اوفيسر يقول هو اللي ينسجن؟ اه طبعا هيبقى الموضوع، الموضوع ده مين هو المسؤول عن حمايه، مين هو المسؤول، مين هو حد من حد 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 يعني هيبقى حد من المؤسسه نفسها. فعين الحته دي في القانون على فكره انا بصيت فيها وشفتها، لان احنا وليكن مثلا عندنا في الجي دي بي ار ما فيش سجن، يعني ما فيش سجن حاجه زي كده. فبناء عليه الجزئيه ديت في القانون نفسه، فعين ده مش هيبقى موظف صغير وانتهى الموضوع على كده، لا ده هيبقى حد مسؤول من المؤسسه نفسها. فعين غالبا هو البرايفسي اوفيسر اللي موجود جوه الاورجانيزيشن، فطبعا ده حد سي ليفل فعين، او حد ده اون دايركتور ليفل، فاون دايركتورز ليفل، فطبعا بالتالي يعني هيبقى هو المسؤول، هيبقى في الاكسبوجر ده. ليه الموضوع شديد بالشكل ده؟ عشان الشركات تبدا فعلا تهتم بالامر وتبدا تعمل الانفورسمنت الخاص بالكومبلاينس. فنرجع بس للجزء ده اللي هو عقوبات الكشف عن البيانات. يس انت ممكن، ما فيش حد هيقدر يشيل العقوبات عندك باوت سورسنج، لكن ممكن تشيل بانشورنس. وخلي بالك هقول لك حاجه، حتى لو دفعت انشورنس مش هتقدر تعمل ترانسفيرنج للريسك كله. يعني لا قدر الله حصل بريتش المؤسسه اسمها اكس، واكس ديت خلت اكس وليكن تدفع لها 5 مليون ريال، وسجنوا مثلا اي كان حد ضحوا بيه مثلا وخلاص. فعن هل يا ترى الكاستمرز الخاصين باكس ديت هيثقوا فيها بعد كده؟ هيبقوا بيثقوا في شركه اكس ديت بعد كده؟ هيبقوا موافقين ان هم يودوا لها بياناتهم؟ لا طبعا. فبالتالي هيحصل ماركت لوز كبير جدا للشركه اللي اسمها اكس، للشركه اللي اسمها اكس، بسبب الغلطه اللي حصلت ديت، وربما كارنت كاستمرز يسيبوها اند سو اون. فبالتالي الامر مش هيبقى الامباكت بتاعه مش صغير. يعني فيسبوك كل يوم بتسرب بياناتنا يا باشمهندس، وما زلنا بنستخدم فيسبوك. هو انا ما بستخدمش فيسبوك، وناس كتير ما بتستخدمش فيسبوك، حتى انا كمان ما بستخدمه. اكبر آلة تجسس عرفها التاريخ الفيسبوك، اكبر آلة تجسس عرفها التاريخ. فانا عن نفسي ما بستخدمش فيسبوك، في ناس كتير ما بتستخدمش فيسبوك. فانا عملت ديليت، عشان كده تلاحظ حتى فيسبوك عشان خاطر الجي دي بي ار عملت ايه، بنت الداتا سنتر بتاعتها في ايرلندا، قال لك هذينا جزء من الاتحاد الاوروبي. ايرلندا اي مين ايرلند، يعني ده جزء من الاتحاد الاوروبي مش نورثن ايرلند، جزء من المملكه المتحده. عملت حاجه تانية اللي هي الحق ان انت تقدر تعمل ديليت اكاونت. الكلام ده ما كانش موجود في فيسبوك، مفيش حاجه اسمها ديليت اكاونت. النهارده الفيسبوك بتخليك وبتسمح لك ان انت تعمل ديليت اكاونت. فبناء عليه لا، بدا يبقى يكون في احترام للخصوصيه الخاصه بالمعلومات. خلي بالك ان الشركات زي فيسبوك وشركات دي تجاره قائمه بالمليارات على بيانات الناس. فهم حتى لو بيدفعوا غرامات، يعني هم لو دفعوا 500 مليون غرامه فهو كسبان اكتر، يعني هو تجارته هو بيتاجر في هذا الامر يعني. فالحل بقى يبقى الوعي، الوعي عندنا ان احنا الناس اللي بتستخدم الفيسبوك وبتنشر عليه البيانات على طول ديت لازم نعمل لها some sort of awareness. الناس اللي موجود عندنا وبتعمل سواء بقى اطفالنا او ما شابه ذلك، الكلام ده كله لازم يكون موجود في الصوره ليهم يعني. طب السلام عليكم لو سمحت، بس عندي سؤال. تفضلي. غادة الغريبي من UBS. لو سمحت، في حديثك السابق كنت تقول اذا تم تطبيق القيود اللي من القائمة المعتمدة، ايش هي القائمة المعتمدة بين الدول وفين حصل الليست؟ الدول ده كان سؤال المفروض انا عن نفسي انا سألت فيه احد الزملاء في سدايا فاين، والمفروض ان احنا نحصل على القائمه ديت. بس مينلي اللي نعرفه دول مجلس التعاون الخليجي ديت، من احنا عندنا في مجلس التعاون الخليجي في اتفاقيه مشتركه لحمايه البيانات. ايه بقى الدول الثانيه اللي اكتر من كده؟ لازم نراجعها ونعرفها من الشركه، بس ما تخليش انها تبقى كل الدول.
ليش نكون ندور. أوكي طيب بخصوص السؤال الثاني لو سمحت، يعني زي مجال عملي أنا في شركة انترناشنال وإحنا مضطرين أننا نشارك البيانات مع المادر كامبني. So اللائحة الخاصة بحالة مشاركة المعلومات خارج النطاق الجغرافي، لو أنا اتبعت يعني آلية أني أخذ الموافقة من العميل وفي اتفاقية بيننا وبين الشركة الأم بمثلا تكون مذكورة بالاس ال اي أو هذا الشيء، هل هذا الشيء كافي أو لازم كمان ماشي. أنه أوكي أنا كنت بسأل إيش الخطوات اللي المفروض أنا أتبعها كشركات يعني ك اللي هي مؤسسة مالية تابعة لشركة عالمية يعني تمام. تابعة لبنك عالمي، فهل موافقة العميل فقط على مشاركة البيانات خارج النطاق الجغرافي هل هذا الشيء حيكون كافي؟ في الحقيقة هنا برضو من القانون لازم تعملي حاجة اسمها Data Processing Agreement. Data Processing Agreement لو Data Processing Agreement ده كان احنا لو بدنا ننزل نطبق مثلا GDPR مثلا عند اي حد لازم بنطبق عنده Data Processing Agreement ده. ديت ما هي الا عقد ما بين اتنين، ما بين الكنترولر وما بين البروسيسور. لو تتذكري حالة الفيسبوك لما عملت outsourcing سوري لما ادت الداتا بتاعت المستخدمين لشركة اسمها كامبريدج عشان تعمل بروسيسنج للداتا، فاين، والداتا اللي حصلت ليها مشكلة كبيرة في الفيسبوك ودفع عليها غرامة. اللي حصل هنا المشكلة كانت حاجتين، مفيش بروسيسنج اجريمنت ما بين فيسبوك وكامبريدج، وتاني حاجة هم ما عرفوش المستخدمين بالكلام ده. تاني حاجة ما دفعوش المستخدمين، ما فهموش المستخدمين الكلام ده. فبناء عليه حضرتك انت مش ال اس ال اي ديت لا مش هتبقى كافي، لازم هيبقى فيه داتا بروسيسنج اجريمنت توصفي لي فيها الكريبشن، توصفي لي فيها السكيورتي كنترولز، توصفيني فيها المسؤوليه كل واحد عن حمايه البيانات، مش مجرد القاء تهم او القاء مسؤوليه، لا 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 لا، ده احنا بننزل هنا نحط سكيورتي ريكويرمنتس عشان نحمي بيانات. فهو ده اللي هيكون مطلوب سيدة الفاضلة عشان نكون موجودين، مش هيبقى مجرد اسئله بس، لا ده لازم يكون فيه data processing agreement. طيب شكرا واعتذر على الإطالة، بس آخر سؤال لو سمحت. خالص تفضلي. في سيركلر جاء من CMA تقريبا الأسبوع الماضي، كانوا بيعلنوا فيه أنه سيتم الإيقاع في العمل في حال نفاذ النظام اللي هو الصادر من صدايا. هل معناته انه احنا بنرجع خلاص يعني في اي استفسار نرجع لسدايا مش السي ام اي؟ يس، لان هي اللي هتشرف على تنفيذ القانون ده. طيب ومين المسؤول عن الاشراف عليها؟ حيكون هيئه سوق الماليه؟ لا مش هيئه سوق الماليه، مركز اداره البيانات الوطني. بس لان مركز اداره البيانات الوطني ده خلي بالك ان ديت كل ديت مؤسسات زي ما حضرتك عارفه، كل ديت مؤسسات لسه جديده، يعني من الحاجات الجميله اللي حصلت في السعوديه في الفتره اللي فاتت اللي حصل انشاء للعديد من الهيئات الخاصه بحمايه البيانات، والاتحاد السعودي للامن السيبراني، الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي. راجع تاريخهم هتلاقيهم كلهم في اخر 5 سنين تقريبا يعني. فمنها المركز اداره البيانات الوطني. فالمركز اداره البيانات الوطني هو اللي هيبقى بعد كده هو اللي هيدير القانون دوت. المفروض يحصل اناونسمنت دايما، لان اي قانون ليه سوبرفايزري اوثوريتي بتاعته. حتى الان هي سدايا، حتى على الويب سايت بتاعهم ادخلي على سدايا النهارده مش هتلاقي فيه تفاصيل كتير على المشروع ده، على القانون ده. لسه الموضوع في اوله. بس خلي بالك القانون very confusing. Yes. وخلي بالك القوانين سيده غدا، فاين، مهم جدا ليكي ان انت تعرفي ان القوانين لابد من انفاذها، لابد من انفاذها والخضوع ليها. وبعد كده نبدا صحيح نبدأ. اتفق معك، بس المشكله لما عذرا يعني لو قاطعتك، اللي مذكور باللوائح اخذ الموافقه بس ما هي مذكوره الاليه. ايش الاليه المرضيه للسدايا اساسا؟ يعني انا كيف اعرف اني انا فعلا ماشي على الجايد لاينز يعني المتوقع مني؟ دايما بيكون في حاجه، بنقولها كده في دايما بيكون في حاجه كده في ان احنا هيحصل لاي قانون في آلية تطبيق، لازم بيصدر ليه آلية تطبيق ان احنا ازاي نطبق القانون ده.
فالكلام ده soon or later هيحصل، يعني soon or later الكلام ده هيبقى موجود وهيبقى enforced وهيبقى كل الناس على درايبي. فلحد ما يحصل التطبيق ده أو آلية التطبيق، مين هو الشخص المسؤول، إيه هو الإيميل؟ طب أنا دلوقتي لو حصل عندي data breach المفروض أعلن للمستخدمين نفسهم، المفروض أعلن للسوبرفايزري أوثوريتي إيه هو الإيميل اللي المفروض يتم إن أنا أبدأ أبعت له، إيه هي الأوفيشال كوميونيكيشن اللي أنا عملها. يعني أنا عارف الكلام دوت في كل دول أوروبا، في كل دول أوروبا أنا عارف سايبر سيكيورتي، أنا عارف أنا السوبرفايزري أوثوريتي موجود عندي في المانوال اللي إحنا بنطبق بيه جي جي بي آر، لأن إحنا يعني إحنا طبعاً جي جي بي آر في كل أنحاء أوروبا، يعني حتى لو مش في أوروبا، حتى لو مش في أوروبا. فأنا عارف أنا هنا مين هو المسؤول هنا وهنا وهنا، لكن هنا هيتم الإعلان عن الكلام ده. وخلي بالك القانون ما دخلش حيز التنفيذ، حيز التنفيذ هيدخله قبل شهر رمضان إن شاء الله بسبعة أيام في يوم 23 مارس 2022 إن شاء الله. أوكي، شكراً جزيلاً. عفواً سيدة غدا، عفواً جداً. أسئلة أخرى؟ بنشكركم جدا 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 على حضوركم، واتمنى يكون كانت سيشن مفيدة. نشكركم جدا على وقتكم وعلى حضوركم وعلى تفاعلكم، واتمنى نكون استفدنا بنبذة بسيطة عن تطبيق القانون ده. واشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.